سو احبائي شامل جولة مع بعضنا ونصور لكم بوا الطقس مسحب شوية ولكن باش نمشيو توا للشاطئ انا قاعدين نحوسوا نكتشفوا البلاصة مع بعضنا احنا في بلجيكا مرة اخرى باش نوريكم ان شاء الله نعيشوا اللحظة مع بعضنا ونمشيو للبحر اقعدوا معي. طائر النورس يعني بصفة غريبة عداد رهيبة اسمه طائر النورس طبعا لأنه مقروب على حافة البحر باش نوريكم بعض زاد الطيارات كيفاش من هنا خاطر البلاصة هذه بحث المطار زاد الطيارة تتعدى فوق راسنا معناتها شيء مرعب صدقوني باش يعيشوا معايا وقت مزيان برشا. نحن نواصلوا طريقنا وهذا صورة لأن هذا كله تبع الحرب العالمية الثانية. رأيت العديد من الصور بكاسك متاع جنود وأسلحة نارية وكذا يعني البلاصة هذه الكل بكلها كانت تابعة للجيش وفيها ياسر أحافير قاعدين يعملوا فيها يلوجوا في السلاح وكذا وكل وإحنا تويكا ماشيين طريقنا إلى الشاطئ. هذا طريق الشاطئ نسيروا فيه أحبائي. هنا نلبس الخطر نلبس وين ثم كونتاكت يا كونتاكت مع بعض العباد يلزمنا نلبس الكمامات. فهمت هذه صورة للشاطئ وإحنا قربنا هو باش ندوروا من هنا ونمشوا نوصلوا للشاطئ. سو أحبائي دروس متاع الشاطئ دروس الشاطئ نوريكم توا الشاطئ شمس ولو انها يعني ثقيلة ولكن حارقة جدا سخونة دنيا هاي سكا بوح يا. هذا انا اصبعي هنا النزل الذي نسكن فيه تماما انا اصبعي هذا هنالك طريق الشاطئ طريق الشاطئ طعنا في الدروش هذاك شي يعمل كيف وهذا هو البحر البحر الجميل البحر الخلاب طبعا بحر ليس نهر طبعا هواء مكان والله جميل 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 جدا تماما هنالك انظروا هواء 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 قوي يعني نعبد في الدروش فما طريق يفصل الشاطئ يفصلنا عن الشاطئ طريق وسكة حديد والله يعني كيف نقول شيء مميز يعني لم أعاشه قبل ذلك قطار محطة قطار واو طولي واو اي 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 انظروا دي كومت من غنطة دل هي طبعا هنا لا يسمح بالسباحة هنا لا ولكن في الأمام هنا كان ترون ذلك يسمح بالسباحة أظن أصبح هوتيل في موسنوك هذا أوستن في دافن نور ديركت ها هنا يعني من النزل فقط ننزلوا يعني ديركت فنجد الشاطئ المسموح بالسباحة ولكن اليوم هواء هاكم تغسروا مات الطقس مسحب فهمت سو هنا نوريكم علامة منع السباحة تمنعوا السباحة هنا ولكن باش نهبطوا للشط برا في لوفن نوريكم نهبطوا للشط تستي والبحر انظروا هنالك المحار الصغير هذا بابوش ماء بابوش بحر اشتحي صندالي ساعيك يا ربي سوى على حافة المياه طبعا الرمال الغامق مليء بالبابوش هذا بابوش البحر الفوكياش شوفوا اسكن ما بارد ولا مسقع 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 بارد بارد
شو يعمل كيف؟ هاو النورس. اليوم الطقس ما شو هاكم تشوفوا داير، حتى البحر هاي شوفوا ما شوية هواء. ها هاكم تسمعوا في الموش وهمس الموش وهمس الريح، وانا والليل الليل الليل وقلب جريح. تارارارارارا. طبعا من مميزات البحر وانه في كل تحت كل دروس، ثم دروس سميكة صنع سعيكة، ثم تراء ديما يتعدى مشط وثم ديما الممرات هذه اللي تدخل حتى للماء. لو ندخلوا في واحد منهم نعيش اللحظة لحظة. ما ليش ما بعندش نطلع لفوق باش نمشيو حتى لاخر الماء. الشيرة هذه شو لاخر الماء، هو قوي برشا 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 برشا. ولكن باش ندخلو نوريكم من داخل المياه والبحر معناتها في جنبنا. بلاصة مزيانة برشا، برشا السمان كله، أي واحد ينجم يمر بالممر هذا. يعني يتماشى الممشى هذايا يسير بعيد، يعني كمشي جا البحر فيه موج، كما جات ثم موج يعني برشا وهواء. فالبلاصه هذه رانا نجمو نقدمو برشا برشا برشا. شوفوا الممشى مازال معناتها متواصل حتى الان، وخلفنا زاد طويل برشا. ها ونكملوا حتى الله اعلم وين. فهمت؟ مي بلاصة مزيانة برشا برشا، فكرة جميلة. يعني اللي باش يصطاد، باش يحب يصطاد ولا حاجة، يرمي السنار من هنا. روعة 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 روعة. هذا قبل ما بعدنا ها البواقف هنا، ها الموج عمرك مش حتى مسخين، وانت في عز الماء معناتها في عز البحر وغارقة لهنا البلاصة. انظروا الشاطئ وينه، ها الشاطئ وين ولا وين. ها البلاصة عالية برشا، روعة 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 صدقوني روعة، إحساس جميل جدا. وموجودة بكثرة معناتها كل 200 متر، كل 200 متر ثم غادي كعبة، ثم غادي كعبة. معناتها تنوريكم اللي هما فما برشا برشا منهم في العديد من البلايص. الشاطئ كامل كله كل 100 متر ولا 200 متر ثم السقالة هذه، ولا ما نعرفش يقولوا لها، اللي هي في وسط البحر في وسط الماء، ومنجرات متواصلة ولا شطور متواصلة. ها الموج كثر عليا هنا، خل نرجع والستار الله. واو كثر عليا الموج هنا، بدا يعلى. يا الله يا كريم. ابصر ابصر البحر هايش بالضبط ورايا والله. وانا ها يمين يسار، مخيف والله مخيف. قربنا للشط مرة أخرى، وهنا قربنا للشط. يعني خليت الناس السقالة ورايا، وإلى خير كملوا رحلتنا. باش نطلعوا من غادي، البلاصة مزيانة برشا. مرة أخرى الترا، هانو بحذانا هنا، معناتها الشاطئ بحذا الترا، معناتها حاجة انتريسونت للسماء. أوكي. يعني بس روعة روعة روعة، باش نطلعوا من ثم، بس الشاطئ ممنوع معناتها السباحة فيه. سو هذا أول فلوق من وسط الاكتشاف نتاع بلجيكا، مازلنا نكتشفوا في البلاصة اللي بحذا البحر، باش نمشيو للشاطئ الذي يسمح به في العمان. بسم الله على بنتي، ابقوا معايا، نحبكم برشا برشا. أبي 84 برودكت.